السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة تحلية سهلة ولذيذة وعدفيكي في قلب الشتاء، وشكلها خطير جدا، واكيد الطعم كان احلى واحلى. الا وهي البليلة كده مع شوية كنافة ومكسرات تستاهل بقكو بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. وزي ما قلتلك لو عندك حبوب الغلة هتقومي تعمليها فورا، صدقيني مفيش اطعم ولا الذ ولا احلى من كده. يلا بينا بقى داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى تحلية سهلة وسريعة وتدفيكي كمان. خليكي معي. اول حاجة تجيبيها حبوب الغلة، طبعا كلنا عارفينها. هتبتدي تغسليها غسلة كويسة كده، وبعد كده هتبتدي تنقعيها في مية من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل عشان خاطر الحبوب تطرى معاكي وما تغيبش في السوى. حلتك بقى على النار فيها مية سخنة، وهبتدي انزل بالغلة بتاعتي. اديها تقلبتين وسيبيها تستوي براحتها، هي طبعا عشان خاطر قعدت في مية لمدة ساعات طويلة فهتستوي بسرعة. ابدأ بقى احضر الخلطة اللي انا احطها عليها، وهي دي سر الطعم. معايا كده نص كيلو من اللبن، هبدأ احط عليه معلقتين من القشطة، ده اختياري، عندك ما عندكيش، عندك الخير كله يا رب. ده كانت وش لبن عندي، وبعد كده هبدأ انزل عليها بمعلقة كبيرة من اللبن البودر، بيعزز في الطعم وبيديها طعم جميل جدا. وعليهم كمان معلقة من الكريم شانتيه، كل ده بيخلي الطعم كريمي. ودي بقى دقيق، 3-4 معالق كده من الدقيق، عشان انا عايزة القوام بتاع البليلة يكون تقيل شوية. ممكن تستبدليه بنشا، على فكرة الدقيق حلو جدا ومش بيبان في الطعم. سكرك على حسب الرغبة، هبتدي احط 5-6 معالق كده، وبعد كده لو لقيته محتاج سكر هبدأ اضيف بالتدريج. وقلب قلب قلب يا معلم لحد ما كل الخليط كله يندمج مع بعضه وكل الكتل اللي فيه تروح. زي ما قلتلك هو ده سر طعم البليلة الممتاز. طبعا احنا حاطين البليلة على النار، كل شوية هتعمل ريم كده فوق الوش، مفيش مشاكل، هبدأ اشيله بمنتهى السهولة. تغطي عليها وتهدي عليها النار وسيبيها تستوي براحتها. بعد فترة كده هيبقى منظرها كده. زي ما قلتلك كمية المية اللي عليها دي في الاول هتلاقيها ياما، بس هي كل ما تغلي وتاخد وتدي كده هتلاقي المية نقصت معاكي. هي خلاص دخلت في السوا وحجم المية قل خالص. بعد كده هبدأ بقى اختبر البليلة بتاعتي وهلاقيها طبعا استوت، واجيب الخليط بتاعي اللي احنا حضرناه مع بعض وابتدي نزليه مع التقليب المستمر. سيبيها بقى تبكبك مع بعضها، لقيتها بصراحة محتاجة سكر فابتديت احط شوية من السكر كمان، كل واحد على حسب الرغبة. مفيدة، مغذية، سريعة التحضير، وفي نفس الوقت طعمها كان خطير جدا. ان شاء الله تجربيها ومش هتندمي. نكون مهدين عليها النار عشان خاطر ادي اللي فيها يتقلها شوية. لو انتوا فاكرين الكنافة دي كنا محمرينها في طاجن السعادة، وقلنا اللي يتفاضل منها نحطها في علبة واحطها في التلاجة واطلعها وقت ما عاوزها. هي بصراحة قلت ايه، يلا فكرة اعمل البليلة بالكنافة. ابتدي بقى حضري الطبق بتاعك، اي شكل طبق انت عايزة تقدميه، ممكن في بولات، في اطباق، اي حاجة.
ابتدي بقى انزلي بالبليلة، هتلاقي قوامها كل ما يقعد طبعا كل ما يتقل عشان خاطر الدقيق اللي فيها. هبدأ أضيف الكنافة اللي احنا محمرينها وكنا كمان حاطين عليها عسل. حطي كمية كده في النص، عايزة تغرقي الطاجن كله مفيش أي مشاكل. بعد كده هبدأ أضيف جوز الهند، ده اختياري طبعا، عايزة تضيفيها شوية رشة بسيطة كده. والمكسرات اللي عندك هتبتدي تضيفيها، انا حطيت شوية كده من الكاجو وهحط كمان حبيبات من اللوز. عندك فستق، عندك سوداني، عندك الخير كله يا رب، شوية زبيب الجيش قالك اتصرفي. وابتدي قدميها بالشكل ده، وممكن طبعا تحطيها في كاسات او اطباق اللي هي بتاعت الجيلي، هيبقى شكلها حلو جدا. وكمان هبدأ أضيف عليها شوية من الكنافة فوق الوش، زي ما قلتلك الكنافة دي اختياري، بس هي بما إن لها هي عندي فقلت أستغلها. عايزة تدخليه في طواجن وتدخليها تحت الشواية كده تاخد لها لون، عامليها زي معاملة الرز بلبن. ابتدي جرنشيها كده بشوية جوز الهند وزي العسل. تحلية سهلة ولذيذة وصحية ومفيدة، ان شاء الله تجربيها لولادك لأهل بيتك، زي ما قلتلك لجوزك عشان ما يزعلش، المهم اللي انت تعمليه. بصراحة شكل كده الطبق زي العسل، يستاهل بقكم. قومي يلا هاتي حبوب الغلة، ربع كيلو هيرمي معاكي كتير. اعمليها لولادك تدفيكي في قلب الشتاء، وفي نفس الوقت زي ما قلتلك مغذية ومفيدة. وزي ما انتوا شايفين كده ايه الحلاوة بالجمال ده، بصوا حاجة كده تخطف قلبك. بس كده هي دي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة ولذيذة وسريعة التحضير. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.